الذين انتهكوا حرمة الشهر الفضيل علنا أول أمسنا الأول بساحة الزيتونة، ردوا بمبادرة إفطار جماعي جمعت ما يزيد عن 3000 شخص، بينما قدرت مصادر أخرى عددهم بنحو 5000 شخص. قاموا بالإفطار في نفس الساحة وأدوا صلاة المغرب جماعة في أجواء إيمانية تقشعر لها الأبدان. هذه المبادرة دعا إليها سكان المنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد استقطبت الآلاف من المواطنين الغيورين على منطقتهم، والذين قدموا من العديد من القرى من الولاية وحتى من خارجها للرد على الأشخاص الذين أفطروا علنا أمام الملأ منتصف نهار السبت الماضي. الزميل حسان زيزي حضر مأدبة سكان تيزي وزو وعاد لنا بالتالي. الله أكبر يا مسلمين، الله أكبر يا مسلمين. الله أكبر يا مسلمين، الله أكبر يا مسلمين. الشرقية الغربية تيزي وزو سامية، الشرقية الغربية تيزي وزو سامية. أسكى لسان الليلة. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله هذه مبادرة طيبة، مبادرة مباركة من أهل تيزي وزو، من أحياء تيزي وزو ومن الشباب الذين يعيشون في هذه المنطقة. من خلال هذا المنبر نخاطب أهل المنطقة ونخاطب كل الجزائريين وكل أهل الجزائر. تيزي وزو بلد الجهاد، تيزي وزو بلد النضال، بلد خرج من العلماء، بلد دافع عن الإسلام ودافع عن الهوية الوطنية. فيه الخير الكثير، فيه الكثير من المساجد وفيه الكثير من الزوايا، وخرج ولا يزال يخرج كثير من العلماء. لما نتكلم عن ابن أجروم الذي صاحب الأجرومية، أو ابن معطي الزواوي الذي ألف ألفية في النحو العربي، نتكلم عن مولود قاسم بن إدب القاسم الرجل المجاهد الذي نافع عن الهوية ومن هذه المنطقة، شيخنا الشيخ طاهر آية علجات أطال الله في عمره من هذه المنطقة. لا تزال هذه المنطقة كما نقول دائما كالعود، كلما حرق منه شيء كلما فاح طيبا. أقل هذا قين ملالد يمزد تمثين تنتي زيوزو تمثينين وكي دي دورني تي زيوزو وسان سي بارتو ما سيد زاير القبائل متزاري الدوسان وسان داك ناس فقنني مدن بلي تي زيوزو هاك القبائل تامورث يمسلمن تامورث الشهاده موزن فلاسي مليار ني مليار الشهاده ذي القبائل كرم دي تمورثاكي اقل هذا قاد سفقن مثلا توالي مزات نول اقل هاك يمسلمن شهيد هاك صربي نصوزو من تمن صربي اول ذا يعني خدمن وين يخدم الحاجه الى ربات يحاسب ماشي كنا في حاسب هاي كونتينيني كل يوم في حاسب ربي سبحانه.